السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقى معنا الا بغيتو تعرفوا هذه المره علاش بنادم تيكون ضعيف، علاش بنادم ما تيقدرش يغلط، واش يقول ديكوداج بيولوجيك او فك السفره او فك السفره يعني البيولوجيا في هذه الحاله. قبل شاركوا معنا، بارك الله فيكم، ما كنتوش مشاركين معنا ديروا جيم وطرحوا لنا الاسئله، بارك الله فيكم بالاسئله ديالكم باش نجاوبوا. داير هذا الفيديو هذا لان واحد الاخت هي اللي سولتني وانا تنجاوب الحمد لله باش يعم باش تعم يعني المعلومه باذن الله. اذا نفهموا بان البيولوجي او يعني ان الدماغ في المينتي منين عنده واحد القوانين. هاد القوانين كما هضرنا من هضرنا على الغلد انه بنادم تيبغي يبان، والاكثريه في الغلد كاين واحد حاجه ما هضرش عليها، هضر ديال لابوندو، ان بنادم تيحس براسو الى ابوندوني يعني مخلينو دو كوتي يعني ما تيديوهاش فيه ما والو، فتيبغي يبان. فديك الساعه الدماغ اش يدير؟ بانه الانسان باغي يبان فالدماغ غادي يدير كلشي باش بنادم يغلاض وباش يبان، فهمتي؟ دوك غادي تنفخ وغادي يبان وغادي تبان الجسد ديالو، واخا ما تيقولهاش يقول شوفوني، كانه تيقول شوفوني. منين الضعف حاجه اخرى، العكس بنادم باغي يتخبى، يعني الدماغ شنو تيدير؟ تيمشي تيخبي، يعني ان الانسان في الافكار ديالو باغي نتخبى. علاش باغي نتخبى؟ جوج من الحوايج، يا اما انا في واحد الحاله مثلا جو سوي امبيسون، هادي في لافونت موسكولير، يعني خاصنا نشوفوا عاوتاني في الضعف واش العضلات اللي تنقصوا، العضلات اللي تنقصوا يعني هما ما تيقدروش يعني يعني تيذوبوا كما تنقولوا بالدارجه، فهذيك الحاجه تسمى لافونت موسكولير، يعني ان ما قادرش، يعني بنادم في راسو تيقول انا ما قادرش اللي ما كنتيش قادر. اذا الدماغ ديالك اش يدير؟ ديك المشكل ما عندك ما دير بهم، المشكل اللي عطاك العضلات اللي عطاك ربي اللي تقدر بهم، انت تقول في الدماغ ديالك انا ما قادرش. اوكي، دونك هذه هي الاولى، يعني بنادم ما باغيش يضرب، فوالا هي الاولى، يعني انا تنقول ما قادرش. الحاجه الثانيه هي الانسان اللي تيكون عايش في واحد لاغريسيون، يعني انه تحقر عليه وتاغريسا يعني في الصغر ديالو ولا شي حاجه، فهمتي؟ اوكي، واحد الساعه تجي هاد لافونت ميسكولير، يعني ماشي لافونت ميسكولير، هاد لاميغور، علاش؟ بنادم بغي يمحي راسو، ما بغيش يبان، وديفالوريزاسيون، يعني ما عنديش القيمه، انا ما تنسوى والو، بنادم في راسو انا تيحقر راسو براسو. نفس الحاجه اللي هضرنا على الغلد، غادي نهضروا عليه في الضعف تاعو. كيفاش غيتحقر راسك؟ كيفاش ما تقدرش؟ انت ما تقدرش، ايه، ولكن رب العالمين اللي كاين معاك، حضر ربي معاك، راه تقدر. علاش؟ لان كاين القادر اللي كاين معاك، قدر الله عز وجل. انت بنادم راه ضعيف، الانسان راه كله ضعيف، راه اللي تيقول لك انا عارف، راه غير متكبر، ما فاهم والو، راه ما عارف حتى حاجه. اذا بنادم ما تيكون قوي الا كان معاه القوي، الا كان معاه الله عز وجل هو القوي. اذا كان معاك في القوي فانت ديك الساعه راك انت قوي باذن الله رب العالمين بمقدره الله، وقادر. علاش؟ لان ربي قادر، انت اللي ما قادرش غادي تطلب ربي العالي. الحاجه الثانيه، الا ربي كرمك اش تحقر راسك؟ اش تبدا دير الافكار في راسك؟ انا كاين شي حاجه سميتها الاستغفار، درتي الذنب، ربي تيبغي بنادم يستغفر يتوب عليه، وربي يقدر يغفر لكم. انت بالك تضرب في راسك، انت بالك تعذب راسك، شتش. فاحنا دابا تنهضروا على لا ميغغ داكوغ، يعني انا ضعف، الحاله الضعف تسمى كونستيتيسيون، كاين حالات سبحان الله ملي تقدر تكون ترونجينيراسيونيل، يعني انه متوارثه. في الطب تيقول لك اوكي هذا راه متوارث، يعني بنادم بحالي انا نيت، انا الحمد لله رب العالمين، كاين تسمى سامبلومون تسمى ميغغ كونستيتيسيونيل، يعني انا في لا كونستيتيسيون ديالك، في الحاله الايضيه ديالك، الانسان تيحرق لي كالوري بزاف، تيحرق لي كالوري بزاف. اذا كاين طرق اوسي باش نقدر نطلع، ولكن حتى هذيك علاش؟ لان الانسان هذه وشكر الله لهذ السيده هذه اللي فكرتني في هذه القضيه، لان انا تنخدم على راسي، اوكي، والحمد لله واحد الساعه تتقبل اللي عطاك ربي، تتقبل عطاك ربي، وتتخدم وتتقول اوكي الحمد لله رب العالمين على اللي عطاني ربي. اوكي، بارك الله فيكم. هذه غير فرضيات، هذا ماشي علم، يعني 100% هذه فرضيات، الحقيقه هذه تقدر تكون صحيحه او خاطئه، 99% خاطئه او 99% صحيحه، على حسب انتم اوسي، على حسب الحاله ديالكم. خلينا الاسئله، بارك الله فيكم، اعطونا الراي ديالكم في هذا الشيء اللي تنقولوا باذن الله، شكر الله لكم، ونتلاقاو باذن الله في رساله اخرى. خلينا على الخاص او في الكومنتير الاسئله ونجاوبكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.